بعد ظهور حالة كورونا في مستوى المديرية، تم وضع احترازات وقائية من قبل السلطة المحلية بإقامة حظر تجوال جزئي من الساعة 8 حتى الساعة 1. كذلك فرق الرش تقوم بعملية الرش على مستوى المديرية في بعض القرى. طبعا احنا قمنا بالتواصل مع الأمن، إدارة المشاركة المجتمعية، مع الأشغال، مع كثير من المتطوعين، أيضا من الشباب الفاعل، وشكلنا لجان على مستوى المديرية. أولا توعية منزل وزودناهم بالمنشورات، وزودناهم بالصوتيات، ثم بعد ذلك أول ما ظهر الوباء قمنا بشراء بعض يعني ماكينة هذه الرش والسيارة استئجار، ثم أخذ أيضا اشترينا بعض المكاين الخاصة بالرش اللي تحمل على الظهر وأيضا الصغار، ووفرنا الكلور من مكتب الصحة، ثم وزعنا على الفريق المكون في جميع القرى بالرش لمن الأماكن التي ظهر فيها الوباء. والآن إلى حد الآن نحن مستمرين يوميا من الساعة في وقت الحظر وما بعد الحظر، يعني بثلاث الفرق اللي ذكرناها سابقا من توعية ونظافة ورش.